بعد قضية استمرت سنتين وحبس ومشاكل كتير، أخيرا اليوتيوبر شادي سرور تم الإفراج عنه رسميا بعد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. واللي أعلن خبر الإفراج عن اليوتيوبر شادي سرور هو اليوتيوبر صديقه محمود بدري المشهور بلقب أغنى شاب في مصر. نشر محمود بدري على حسابه الشخصي على الفيسبوك صورة بتجمعه بشادي سرور وعلق عليها ويلكم باك شادي، وانهالت التعليقات على الصورة بيهنوا شادي سرور بالإفراج وبيقولوا له حمد لله على السلامة. والجدير بالذكر ان الجرائم اللي اتحبس بسببها شادي سرور كان من ضمنها المشاركة في جماعة إرهابية وتلقي تمويل من الخارج والمشاركة في اتفاق جنائي وحاجات كتير من هذا القبيل مش عارفين اولها من اخرها. ده طبعا بجانب التهمة الاساسية اللي هي اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتجمهر الغير مرخص. ولكن بعد طول انتظار وتجديد حبس 15 يوم في 15 يوم شادي سرور يعود من جديد. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.